عليكم أخي حمزة وكل متتبعي قناة الهداف. اليوم راح نتكلم على توقيعي في نادي المجل بالسعودية دور المحترف الأول. والله الحمد لله الأمور صار في ظروف حسنة. توقيعي تاني كان سهل من الإدارة سهلوا لي المهمة الحمد لله. اليوم راني مضيت على العقد مدة 6 أشهر قابل للتجديد هذا وش كاين. والله شوف تواجد كما نقولوا احنا عز الدين دوخه وبوصوف وايت وعمر بالعمل واللاعبين الجزائريين اللي راهم يقدموا في مردود في المستوى في البطوله تاع السعوديه. هذا شيء يشرف كل لاعبين لانه علاش خلاو بصمه تاعهم وخلاو كما نقولوا احنا بصمه ايجابيه اللي خلات كما نقولوا احنا الفرق تاع السعوديه ولا الدور السعودي يتصلوا باللاعبين تاع الجزائريين لانهم دايرين فيهم سيرتان كونفيونس. الحمد لله احنا ان شاء الله رانا جينا اليوم باش ناخذوا تجربه جديده نتمنوا ان شاء الله نكونوا في المستوى المطلوب. والله اخي واش نقول لك الانسان هذا كل شيء مكاتب الله. احنا كان ماذا بينا انا ملي كنت في شباب القبائل كنت حاب نحترف لان علاش جاني عرض من نادي فرنسي بريست. كنت انا ذاك كنت مع عقد مع نادي بارادو ورحت على شكل اعاره لشباب القبائل ولكن نقدر نقولوا احنا كان ارتباطي بالنادي بارادو ما كانش كيما نقولوا احنا ما خدمنيش نوعا ما ولكن كان الفريق هذا كان حابني يكون حر. هذا الشيء بالك لي عرقل نوعا ما الاحتراف تاعي وانا كنت انا ذاك كنت الاج دو 21 كان عندي 21 سنه هذه هي. ولكن الحمد لله الانسان هذا كما يقولوا لازم يرضى بقضاء الله وقدر. والله شوف كي تكون لاعب في ارضيه ميدان وين تواجه الشقيق تاعك ولا كيما نقولوا احنا تكون بالك لا في ولا فون في دائما تكون كيما نقولوا احنا بلي ميساج تهضر معاه وكذا منا شغل دائما يكون هذاك المقابله تبدا 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 الافونس. مي البروبليم ماشي انا وياه البروبليم سي لي بارون سما شغل الوالدين كيفاش راح يكونوا كيفاش يقسموا رواحهم هذا هو البروبليم. اما كيما الانسان يدخل التيران لازم يكون بروفيسيونيل سما كيلكو سوا كيما هو يحب يربح انا نحب نربح. دوكا النصيحه تاعي اللي نمدها له ونقول له جو في سما لي ديرني طون ما راهوش يلعب اي كيما نقولوا حنا هذا بالك ما جاتوش الفرصه نتاعو. نقول له الانسان هذا دائما لازم يصبر هكذا تو طار تجيك الفرصه تاعك ولكن الانسان هذا كي تجيه الفرصه نقولوا لازم كيما نقولوا تعرف كيفاش تستغلها. في الاول انا نشكر المسيرين تاع فريق نصر حسين داي على الاهتمام تاعهم وين اتصلوا بيا وقدموا لي العرض وين قال لك احنا حبيناك تعاود تولي لنصر حسين داي لان الفريق بحاجه اللاعبين اللي كيما نقولوا احنا لي زونسيان اللي كانوا ديجا في الفريق وين خلينا كيما نقولوا احنا خلينا لي زونبلا تاعنا الحمد لله. وين في البريود هذه كان الفريق كان في مستوى لاباس به وين كان كل الفرق سواء العاصميه ولا في الفرق اخرى كانت نقولوا احنا تعطي له قيمته الحقيقيه ولكن شاءت الاقدار اليوم راهو في مشاكل راهو يتخبط في مشاكل نظن لما تخدم اي واحد لان شفنا ان الانصار مقسومين مع الاداره وين شفنا كاين بزاف المشاكل. نتمنوا ان شاء الله هذه كيما نقولوا احنا هذه الوضعيه هذه ما تطولش لانه فريق بحجم نصر حسين داي مدرسه اللي معروف على الساحه الوطنيه ما يستاهلش واش راهو صار له. نتمنوا ان شاء الله في قارب العاجل اللي يخرج من الوضعيه هذه. والله انا الاسم هذا فايد هاليلوزيتش انا كيما نقولوا الفضل تاعو كبير عليا لانه علاش كنت في واحد المرحله وين ما كان حتى مدرب لي كيما نقولوا حنا
عرف قيمة العرف حسين بأتم معنى الكلمة. نظن هو كان إنسان كان شافني عن قرب ونستدعاني في عدة تربصات. عرف المستوى تاعي كما يلزم الحال. قدم لي كما نقولوا احنا هذاك الدفع المعنوية. كان يهضر معايا بزاف وكان يعطيني واحد النصائح هكذا اللي بالك في الكلاب تاعي. انا ذاك ما لقيتش هذاك الدعم هذاك اللي كان يمدوا لي كما كان يمدوا لي فايدا لوزيتش. الحمد لله انا دائما مانيش نادم على التجربه تاعي هذه مع المنتخب. الحمد لله نظن انا بالك الحظ ما ساعفنيش مع حالي لوزيتش، لانه علاش كان نقدر نقول احنا كان قادر يمدي الفرصه تاعي كامله في المنتخب. والله شوف الانسان هذا دائما ياخذ الاشياء من الناحيه الايجابيه. اما الناس اللي كانوا يقولوا باللي العرفي انتهى، انا نقول لهم الانسان هذا دائما كي يكون واحد واثق في نفسه ما كان حتى حاجه تقلقه ولا تخوفه. كما يقول هذاك المثل الفو ريكولي بور بيان سوتي. الحمد لله اليوم رانا في بطوله اخرى، في موطاليتي واحده اخرى، في كما نقولوا احنا في دوري واحد اخر. نتمنى ان شاء الله احنا نكونوا في المستوى ونكونوا نشرفوا اللاعب الجزائري ونفتحوا الابواب ان شاء الله لعده لاعبين جزائريين باش يشرفوا الرايه الوطنيه في الخارج.